حياكم الله. في مقدمة الليلة سنستعرض ثلاثة مشاهد ونختتم برسالة. المشهد الأول: شاب يعصر الألم دماغه ويتسلل لكل مسامة في جسمه، لحظة من اللاوعي وترقب للانتشاء بكامل الوهن، رغبة كبيرة بالبحث عن السكينة بين ثنايا الأفيون، واقع مشؤوم لضحية ساقته أيادي الإجرام نحو الإدمان، والنتيجة كانت دمار بلا عودة. أما المشهد الثاني فالجاني فيه تاجر غاص في الظلمات باحثا عن نعيم الحياة، لم تغريه سكرات المراهقين ولا لوعات الأمهات، لأنه وببساطة ضميره قد مات. أما المشهد الثالث مسؤول متواطئ قبل الرشوة وباع القضية وعاث بالدوائر فسادا. أما الرسالة فهي ما حملته إجابات السيد السيستاني، خريطة واضحة وصريحة: من سلكها نجا وأنجى خلق الله من خطر الآفة، ومن حاربها ساهم في هلاك المجتمع، والقرار بيد الجهات المعنية، والله ولي التوفيق. قد حصاد الأيام لهذا اليوم ستكون مخصصة عن أجوبة مكتب السيد السيستاني على مجموعة أسئلة تتعلق بتجارة المخدرات وإدمانها، والتي شكلت خريطة طريق لمكافحة هذه الآفة وانتشارها في العراق، ورح نفتحها وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. نقول للمرجعية الرشيدة العليا في النجف الأشرف: سمعاً وطاعةً سنكون في مقدمة المحاربين والمكافحين للمخدرات. النزهة وهيئة الإعلام توقعان استراتيجية إعلامية من أجل محاربة الفساد بجميع المؤسسات الحكومية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك يهدف إلى مساندة ما تم طرحه يوم أمس من قبل المرجعية الدينية العليا بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى دور الإعلام في رصد تلك الحالات وإيصالها إلى الجهة المختصة. اليوم عقد هذا المؤتمر بين السيد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات والسيد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية من أجل التأكيد على بنود الاتفاق السابقة والمستمرة بين الهيئتين، هيئة الإعلام والاتصالات وهيئة النزاهة الاتحادية. واحدة من هذه النقاط الأساسية تتعلق بمسألة إشاعة روح النزاهة والتثقيف لمسألة الإخبار عن الفاسدين. النقطة غاية في الأهمية اليوم جرى التأكيد عليها، وهي نقطة أن التركيز على ملفات الفساد في المؤسسات الإعلامية وتغطياتها يعتبر إخباراً لهيئة النزاهة. بعد انتشار ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها بين فئة الشباب، دعا المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني إلى محاربة تلك الظاهرة التي باتت تفتك بالمجتمع مع استقالة كافة المسؤولين المتهاونين في مكافحتها، فضلا عن تحريم تعاطيها وتجارتها والمال المستحصل منها سحت يحرم التصرف به. دور المرجعية دائما دور مهم، ويعني دور متميز في توعية المجتمع، سواء كان على مستوى مخدرات، سواء على الفتوى المباركة التي أطلقت قبل 10 سنوات. الفتوى نفسها هي ذاتها كان من ضمن فقراتها هي محاربة الفساد. اليوم المخدرات تعتبر آفة تفتك بالشباب وتفتك بالطلبة، وللأسف حتى وصلت للمدارس المتوسطة. اليوم يجب وواجب على كل المؤسسات الحكومية وحتى الأهلية أن توعي
توعي موظفيها أو توعي المجتمع بضرورة مكافحة هذه الآفة. دور المرجعية جدا مهم بإلزام المؤسسات الأمنية والمؤسسات التي تعنى بمكافحة الفساد في مكافحة هذه الآفة. هيئة النزاهة الاتحادية تؤكد أن المرجعية الدينية وضعت مشروعا متكاملا لمكافحة المخدرات ضمن استفتائها الصادر، ووضعتنا أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية لخوض هذه المعركة الخطيرة التي تفتك بجسد المجتمع. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور حديثنا بهذا الملف راح يكون مع الباحث في الشأن الإسلامي سماحة الشيخ حيدر الشمري، حياكم. حياكم الله. أهلا وسهلا. كما أرحب بالباحث في الشأن الأمني والسياسي الدكتور هيثم الخزعلي، حياك الله. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. كل الترحيب للمتعافي من الإدمان الأستاذ ماهر خلف، حياك الله. الله يحيي أستاذ. أهلا وسهلا. أبدأ معك سماحة الشيخ، كونك باحث إسلامي، كيف تابعت ما جاء في أجوبة السيد السيستاني فيما يتعلق بالمخدرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدي الفاضل، وتحية لضيوفك الكرام، وتحية لفريق العمل، وتحية لمتابعي ومشاهدي قناتكم الكريمة. حينما نستقرأ أولا، خلينا نرجع إلى الوراء، حينما ننظر دائما في ما كان يصدر من فتاوى ومن بيانات من المرجعية الدينية العليا، وبالأخص سماحة السيستاني، هي دائما كانت يعني هي دائما كانت تنظر إلى المشكلات المجتمعية، وتنظر إلى ما يحدث في المجتمع، ولذلك هي واقعية في التعامل مع هذه المشكلات. حتى الأجوبة التي صدرت يوم أمس كانت واقعية في التعاطي مع هذه المشكلات، سواء يعني لما نسلط الأضواء على هذه المجموعة من الإجابة اللي هي بلغت 16 سؤال، لما نجي نشوف هذه الأسئلة نرى أن الأسئلة طبعا هي كانت موزعة بشكل علمي ودقيق، ويعني يبدو أنه اللي واضع الأسئلة كان شخص يعني متابع للأوضاع بشكل جيد. طيب لما نجي نشوفها، مجموعة من الأسئلة كانت تتعلق بالجانب الشرعي، ما يتعلق بالفرد، هو كيف أنه يتعاطى، يجوز أن يتعاطى أو لا يتعاطى، إيش قد كمية التعاطي، ممكن أن يتعاطى ممكن أن لا، وهذا كانت الأجواء ما يتعلق بالفرد، وهي ما يتعلق بالجانب التشريعي، حلال وحرام على مستوى الفرد. طيب بدأت لا تتطور الأسئلة، وهي أنه هذه المؤسسات الأمنية كيف يجب عليها أن تتعامل مع والأجهزة طبعا والأفراد الأجهزة كيف يتعاملون مع المتاجرين بالمخدرات، وكيف أنه واجب عليهم أن يعملون على القبض على هؤلاء المجرمين، التقليل من الحد من التعاطي. أنا بصراحة لفت انتباهي شيء، لعله أنا أول مرة يعني لعله أول مرة أجد في جواب لسماحة السيد، وهذا اللي يعني بصراحة هواي استفزني الجواب، وهواي ظليت يعني أفكر فيه، اللي هو هنا كان السؤال: يتعرض العديد من رجال أجهزة مكافحة المخدرات، طبعا تحية لكل يعني إخواننا في الأجهزة الأمنية اللي يعني هم ساهرون على متابعة الأوضاع وحماية الشباب وحماية الناس من هذه. طيب. فالمخدرات لمخاطر كبيرة في أداء مهامهم، وفي حالات غير قليلة يصابون بجروح، وقد يقتل البعض منهم جراءة المواجهة مع المهربين وتجار المخدرات، فما هو حكمها؟ الجواب هنا يقول: من يقوم بواجبه ويتعرض في هذا السبيل لأذى فإنه لا يضيع أجره عند الله تعالى، وإذا فقد حياته ناس، هذا اللي يعني الجواب الرائع من سماحة السيد، وإذا فقد حياته بذلك كان له ما للشهيد من أجر. وكأنه سماحة السيستاني جعل هؤلاء الذين يعملون في الأجهزة الأمنية ويرابطون في أماكنهم، وكأنه أشبه بالمقاتلين في المعارك في مقابلة الأعداء، مثل الأمثال يعني الإرهابيين داعش والقاعدة. شكل المخدرات خطر على المجتمع، هو هذا الجواب من عندنا استشف أنه يعني احنا يجب ان ننظر لمثل هكذا فتوى. سماح السيستاني هو مو باحث اجتماعي ويتعاطى مع قضايا اجتماعي، هو يتعامل مع قضايا حلال وحرام، وهو ينطلق من المستندات التي بيده ومن خلالها من مصادر شرعيه، ثم يفتي هذا حلال هذا حرام. طيب. هذا كذا،
هنا معناها أنه السيد يرى شقد يرى عظمة وخطورة هذه المخدرات في المجتمع كآثة وشقد تأثر على المجتمع، حتى أن الذي يقتل في محاربة هؤلاء كأن له أجرا مثل مال الشهيد. لكن هذه الفتوى جت بتوقيت حساس، ليش بهذا التوقيت؟ هذا دلالة على أنه المخدرات انتشرت. نعم هسه اليوم بين شباب المتوسطة، هسه ما أريد أقول حتى الابتدائية، لكن أكو حالات بالابتدائية أكو هنالك متعاطين. يعني هسه يعني الى اي مرحله وصلنا سماحتك؟ اي اذا ننظر من زاويتي، من الزاويه الاولى اللي حضرتك تفضلت بها، اللي هي انه بدينا نشعر بان هناك انتشار وتعاطي على المستويات كافه وعلى يعني طبقات المجتمع كافه، حتى عند النساء. بالمناسبه انا بديت اسمع انه حتى اكو اماكن فيها تعاطي حتى للنساء بدات توصل المرحله، وبنات بنات مو بالجامعات، سابقا كنا نقول انه بنات بالجامعات، لا صار بالمتوسطه والثانويه، شفنا بعض الحالات بنات بالمتوسطه وبدات الحاله اكتشفوا اكثر من حاله تعاطي. لا المشكله الثانيه ومن زاويه اخرى، ما نسمع من تقارير من الاجهزه الامنيه حينما يعني يلقون القبض على تجار مخدرات، ونسب وصلت يمكن حسب ما قريت انه في النصف الاول من هذه السنه قرابه 6 طنون من المخدرات القت القبض عليها الاجهزه الامنيه واستطاعت الاستحواذ عليها، فقط ما القي القبض عليه ما استطاع ان يستحوذ. شلون دخلت للعراق؟ وهذا ما راح اتوجه به للدكتور هيثم، حياك الله من جديد. اهلا وسهلا بكم، حياكم الله. مخدرات كبيره تدخل للعراق، آفة انتشرت بالمجتمع بشكل كبير، منو يتحمل مسؤوليه دخول المخدرات الى العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداء نرحب بكم وبسماحة الشيخ وضيفك الكريم وجمهوركم الكريم. الحقيقة أنا أود أن أعقب على ما تفضل به سماحة الشيخ من موضوع خطورة المخدرات. المخدرات هو تهديد للأمن القومي العراقي، ولدينا أمثلة حية عبر التاريخ. الصين عندما كانت تعيش عصر الإذلال، الصين دولة كبيرة في وقتها كانت أكثر من 800 مليون، واحتلتها دول صغيرة جدا مثل بريطانيا أو روسيا وألمانيا والدنمارك، وفي إحدى الحملات 3 مرات أو 4 مرات بقيت خاضعة للاحتلال طوال قرن كامل، وكل مرة يتم الدخول يتم إجبار الملك على التوقيع على إباحة بيع المخدرات في داخل الصين. فبما أنه الشعب نائم، بما أنه الشعب منتشي و لا يدرك مصالحه، يسهل السيطرة عليه من دول لا تساوي 10% من حجمه. طيب. فجرى تخدير الصين، جرى تعويد الشعب الصيني على الإدمان واستباحة أراضيه واستعباده لمدة 100 عام تقريبا. من يريد أن يبقى الشعب العراقي منتشي ويدخل لنا هذه المخدرات؟ الشعب العراقي لديه الكثير من الأعداء، وهؤلاء الأعداء أحيانا يستخدمون الكثير من الوسائل. ضرب البنية الاجتماعية هدف أساسي، لأنه في الحروب الصفرية الحديثة آخر أنواع الحروب، هناك عدة أنواع من الحروب، ولكن منها أن يكون الاستهداف للمجتمع وليس للجيش. يعني أنا لا أستهدف الجيش ثم أستحوذ على المجتمع، لا، أستهدف المجتمع فينهار الجيش، تنهار القوات المسلحة. فعملية الاستهداف يكون استهداف عكسي. دكتور هيثم، عندك حائط صد في العراق، وين حائط الصد؟ اكو اجهزه متخصصه لما 6 اطنان فقط من العام الاول كما تفضل سماحه الشيخ، يعني هذه مصيبه. يعني اكو عده عوامل، اولا انه احنا عندنا بعض المجموعات الارهابيه تستخدم موضوع التجاره بالمخدرات لتمويل هذه الاعمال، وشهدنا ضبط هكذا كميات تقريبا في الحدود الغربيه للعراق اكثر من مره، وهذه المناطق بها نفوذ للجماعات الإرهابية وإن كانت بشكل خلايا نائمة، وقد يكون هو أسلوب لديها للقتال عبر نشر هذه الكميات من المخدرات في الداخل ثم استحواذ على البلد. هذا أمر الاستخبار، هذا أمر يعني وارد. إحنا كل الجهد الاستخباري في تلك المناطق وعيننا على الخلايا النائمة، شلون تتحرك بسهولة حتى تروج هذا؟ نعم ستفرح، أنا فقط أريد أن أركز على نقاط معينة لحتى ندرك أنه حجم الموضوع. تجارة المخدرات تجارة دولية، بحيث استوجبت أنه العراق والأردن وسوريا ومجموعة من الدول تجتمع لمكافحة المخدرات. منظمة شنغهاي بحماية الأمن وقعت على مكافحة المخدرات. ما الذي يجعل المخدرات يعني تجارة دولية ودول بحجم الصين وإيران وكازاخستان وقيرغستان 6 دول أو 9 دول
توقع معاهدات لمنع تجارة المخدرات. الحقيقة حتى ندرك هذا الموضوع أنه ربما قد يكون الموضوع مستغرب، ولكن هذا ثابت، وباعتبار أنا تخصصي في موضوع الاقتصاد تخصص الأكاديمي، النظام المصرفي العالمي ربما يكون مرتبط بتجارتين فقط، تجارة النفط وتجارة المخدرات، وتجارة المخدرات أهم للنظام المصرفي العالمي من تجارة النفط. ليش؟ لأنه تسليم الأموال بها يكون بشكل نقدي وليس مثل النفط يتم شحن أموال النفط ويتم تسديد الأموال بعد فترة. ما علاقة النظام المصرفي بهذه التجارة؟ النظام المصرفي يحتاج إلى سيولة، كلما توفر لديه دولار واحد يستطيع أن يقض 4 دولارات، هكذا هو السيستم نظام المصارف، على اعتبار احتمالية أن يأتي الأربعة لطلب ما مودع من أموال في وقت واحد احتمالية بعيدة، فهو إذا كان عنده دولار واحد يستطيع أن يقض 4 دولارات ويستحصل على خدمة دين وفوائد ل4 دولارات. بالتالي في أوقات الأزمات يتم التركيز على تجارة المخدرات، وعملية تأمين التبادل بين كبار تجار المخدرات، أنا أتحدث عن صغار، الكبار الذين الآن في أمريكا اللاتينية في غيرهم وفي أفغانستان وبعض الدول في آسيا، هؤلاء له نفوذ حتى داخل الدولة، له نفوذ حتى على القرار السياسي، لأنه مسؤول من دول عظمى مصالحها ونظامها المصرفي يتعاطى مع هكذا مجموعات. من يتم يقوم بعملية الاستلام والتسليم بين تجار المخابرات بين تجار المخدرات والنظام المصرفي هي أجهزة أمنية عالمية، يعني العراق جزء منها؟ لا، أنا أتحدث عن أجهزة عالمية مثل CIA MI6. أي مو CIA ترى هم موجودة لها أذرع بالعراق، النظام المصرفي حجم التدخلات الأمريكية. فأنا أقول إنه النظام المصرفي العالمي إحدى أذرعه ومصالحه لتأمين السيولة النقدية والتحكم بالجانب النقدي وتحقيق الأرباح في الثورة الرأسمالية المالية هو اعتماد على تجارة المخدرات. وبما أنه أجهزة مخابرات متورطة، هذه الأجهزة لها أذرع، لديها عملاء، ربما يكون لديها سياسيين، ربما يكون لديها شخصيات نافذة، ربما يكون لديها أجهزة أمنية. أنت تلاحظين الآن الاستفزاز الأمريكي فقط من الحشد الشعبي، وكل دول المنطقة تركز على نقد الحشد الشعبي ولا يوجد استفزاز من باقي الأجهزة الأمنية. السبب أنه باقي الأجهزة الأمنية تم تدريبهم وتأهيلهم ودوراتهم، في الكثير منهم يعني اخذ دورات بالولايات المتحده وفي اوروبا. شنو المانع؟ خلي ياخذ اذا هي تدربه مهنيه وعسكريه، شنو المانع؟ نعم، ولكن هذا يسمح بان يتم التعاطي مع فرد هنا او فرد هناك، او يتم تجنيد فرد هنا وفرد هناك. النقطه المهمه، ولكن الحشد الشعبي بتاسيسه هو بعيد عن خطوه الولايات المتحده، فهذا الموضوع. الى اي مدى الجهات الحكوميه في العراق بها أذرع وبها أجندات وبها سياسيين وبها فاشينستات وبها إعلاميين وكل هذا الحجم؟ الحقيقة أنه حجم التجارة، الجهات التي تتعاطى بها، الفاشينستات التي تحدثت بهن، بعضهم لهم علاقة ببعض الشخصيات الأمنية. أنا لا أقول كل أجهزتنا الأمنية محترمة وجاهدوا ضد تنظيم داعش الإرهابي ودهم الدور الكبير والفضل الكبير علينا كمواطنين، ولكن حتما يوجد فرد هنا وفرد هناك، وفي بعض المفاصل ربما يكون التعاون كبير، يعني تشعر بأن هناك مؤسسة كبيرة ترعى هؤلاء الفاشينستات، يعني سيارات بكذا شد أسعارها، وعندما تأتي تكتشف العمل أنه هي لا صاحب الصالون ولا اختصاصها تجميل ولا هي فاشينستا أساسا، وإنما هي وإنما تتاجر. تتاجر طبعا. أنا ذكرت، أنا لماذا بدأت من الأجهزة الأمنية العالمية؟ أنا أتحدث عن نفوذ دولي، أتحدث عن تجارة دولية. العراق جزء، والعراق يحتاج أن يوقع مع الأردن والسعودية وسوريا في سبيل مكافحة المواجهة هذا الموضوع. نعم. والصين تحتاج أن توقع مع كل منظمة شغالة لمواجهة هذا الموضوع. طيب. إذن من يدير هذا الموضوع؟ هل هي عصابات صغيرة؟ يعني أذكر النفوذ الدولي. حادثة في إحدى الدول، فأذكر حادثة. مرينا في مكان فقالوا لي هذا المكان كله مزروع بي يعني بالحشيشه، فانا استغربت صراحه، قلت له معقوله يعني هذا والدوله تدري؟ قال لي الدوله يدرون، بس بالنتيجه عود يعني انه يحاربونهم بعدين بعد الزراعه وبعد الكذا، او على اساس انه يحاولونه في منتجات اخرى، بس هذا يعني واضح يعني كل الناس تشوفه. طبعا بكل تاكيد. ماهر، جد ترحيب بحضرتك، ممكن تحدثنا عن تجربتك مع الادمان؟ شلون بدات بيها؟ أنا وسهلا، تحياتنا لحضرتك، حياك، للحضور وللمشاهدين للقناة أيضا.
طبعا تجربتي المخدرات كانت سنة 2012. زين 2012 شلون بديت بيها ماهر؟ بديت بيها بعد الأحداث، بعد ما فقدت أهلي، بعد ما اختلطت بأصدقاء السوء. يعني أصدقاء السوء، أول شيء أنت شنو اللي خلاك تروح تتعاطى؟ يعني بداية يعني أنت قابل نمت وقعدت تريد تتعاطى؟ سولف لي قصتك حتى تقدر تستطيع أن تنصح الشباب ما يكررون تجربتك. ماهر اليوم لك الحق ولك المساحة أن تتحدث بتجرد وبحرية، نريد نستفيد من تجربتك. تجربتي كبداية بالمخدرات بعد الأحداث، بعد ما فقدت أهلي وفقدت بيتنا وتعرضت للتعذيب من قبل مجموعات إرهابية انخطفت مرتين، تعرفت على أصدقاء السوء اللي مكان عملي، بوقتها كنت أشتغل بكوفي. نعم. بعدها قدموا لي الحبوب 01 اللي اسمها الكبتاجون. أي. وعلمونا عليها، بعدها تعاطيت من الكبتاجون، بمرور الأيام تعلمت على الكريستال. طيب الكوفي اللي كنت تشتغل به حضرتك، كنت فقط أنت المتعاطي لو كان عندكم مسؤول يوزع عليكم هذه الحبوب المخدرة؟ لا، كان هو الأصدقاء اللي اشتغل إياهم كانوا كلهم يتعاطون، يعني حتى مسؤول العمل. زين. وهو مسؤول العمل اللي قدم لنا هاي الحبوب. مين كان يجيبها؟ ما كانت عندك معلومات تعرف من يجيب هذه الحبوب؟ لا ما كنت أعرف. زين اتعاطيتها وبالتالي انتقلت للكريستال. نعم. من كنت تتعاطى هذه المخدرات شنو اللي تشعره ماهر؟ ليش تستمر؟ بصراحة هي المخدرات سعادة وهمية. طبعا أي إنسان كل ما يتعاطى كل ما هرمون السعادة يصعد تدريجيا. طيب. بس أول تجربة بالمخدرات راح يصعد مستوى الهرمون السعادة إلى مستوى عالي، بس باستمرار التعاطي ما راح يوصل هاي المستوى اللي أخذه بالجرعة الأولى، فراح يزيد بالتعاطي، وأثناء المرور الاستمرار بالتعاطي راح يقوم يكثر بأثناء التعاطي، بس ما راح يوصل بالنشوة الأولى اللي وصل لها كبداية. طيب عفوا، اللي يشرب أيضا يشعر بهذه النقاط، ليش الإنسان ممكن يلتجئ للمخدرات ما يروح للخمر أعوذ بالله؟ يعني أكو مناطق هسه كمثال، أكو مناطق بالعراق محافظات متوفر بها المخدرات أكثر من المشروبات الكحولية صراحة، والمشروبات الكحولية سعرها أغلى من المخدرات. فأنا كمتعاطي اليوم إذا أشوف المشروبات الكحولية أغلى من الحبوب أتوجه للحبوب طبعا. يعني اليوم المخدرات حتى أفهم صارت أسهل وأرخص من الخمر؟ نعم. زين أنت لما تقول أرخص، إيش قد الفرق بين الشرب وبين المخدرات؟ إيش قد الفرق؟ يعني حنطيش مثال بسيط. أي. قبل فترة اشتغلت بمحافظة كربلاء. زين. محافظة كربلاء الخمر بها محرم، لكن يدخل الخمر من قبل جهات ما أعرف يعني. المهم. زين. فأكو توصيل. أسألك أنت ما تجيب فلوس حتى تدفع؟ مو للتعاطي. مخدرات تنطي طاقة للجسم، تخلي الواحد يشتغل، هي جرعة من المخدرات تعادل عمل مال أسبوع. فالمثال أنطيك إياه، محافظة كربلاء كان موجود بها قطعة الويسكي، خلنا نحكيها بالعامية، قطعة الويسكي كان سعرها 10,000، اللي هي سعرها كان 3,000 أو 2,000. فهناك بهالمحافظة سعر القطيع 10,000، بينما سعر الحبوب 3 ب10. يعني ماهر خلينا نحكي بالعقل، أنت كنت تشتغل وتروح تتعاطى حتى تشتغل مرة ثانية حتى تحرق فلوسك. نعم. وين المنطق بالموضوع؟ المنطق هو هذا المخدرات، يعني هي سعادة وهمية نقول عليها، يعني أي واحد يقع بهذا الفخ خاصة المادة الكريستال من أول جرعة هو راح يدمن عليها. زين ليش استسلمت؟ يعني ما كان عندك هدف دراسة، عائلة مثلا، في شغله معينه، هوايه معينه؟ انت تقول حرامات انا اضيع شبابي وصحتي على هيك موضوع، اي هدف ما كان عندك ماهر؟ بصراحه استسلمت اني. اي صحيح، لا كنت فاقد اهلي وفاقد بيتنا وفقر صحتي، فانا اتجهت لهذا الطريق. صحيح. زين اذا هو كل واحد يستسلم ويروح لهذا الطريق، شفت طريق نجاة؟ يعني شفت خوش طريق؟ يعني هي مريت بها بمرحله المراهقه، طبعا المراهقه ماكو شاب ما يخطا بيها وما يغلط يعني. اي صحيح، بس انت شو استفاديت؟ ما استفاد شيء. يعني انت هذه رساله من عندك الى المراهقين، انه ترى بالاول ضياع، حسيت الحمد لله الله نجاك من هذا وتعافيت من هذا الادمان، وصرت ايضا تعافي الاخرين من هذا الادمان، بس اريد منك رساله واضحه للمتعاطى اللي يريد يبدي يتعاطى، شنو رسالتك الى ماهر؟ رسالتي للشباب
طبعا المخدرات هي بدا انتشارها قبل 5 سنوات، من بعد سنه 2019 بدا انتشارها. انتشارها هي خطه لتدمير وتشتيت عقول الشباب. وحاليا رسالتي للمتعاطين هي القانون اعطى فرصه للمتعاطي. الماده 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقليه تقول لا تقام اي دعوه جزائيه ضد من اقدم على العلاج، والمراكز العلاجات متوفره والمنظمات جاهزه تساعد وتسوي حملات التوعيه. ورسالتي للشباب خاصه المراهقين اللي ما عندهم تجربه بالمخدرات، طيب. طبعا من اول تجربه راح تضيع مستقبلك ومستقبل عائلتك، لان المخدرات اليوم المخدرات هي سلاح ابيض اخطر من داعش. اذا سمحت الشيخ، لما الشاب ما عنده شغل ولا عنده هدف ولا عنده عمل ولا بالتالي عنده تعلق بالله ولا عنده دين ولا عنده كل هذه الامور، شاب ضايع، هذا ليش ما يتوجه للمخدرات؟ يعني من المؤكد انه الانسان من يتعرض الى هيك مشكلات مجتمعيه تصير عند الانسان، البطاله واحده من الاسباب الكبيره لتعاطي المخدرات، الانحراف الديني الاخلاقي السلوكي شو تسمي ناسه باوسع بعد دائره من انحراف ديني، هذه الاسباب الانسان يبدي يشعر بالضياع. سيستاني اكو واحده من الاجابات كانت جدا مهمه، هو يشير الى اهميه الانتباه لأصدقاء السوء وتأثيراتهم على الإنسان. يعني هنا مثلا كان السؤال هنا: بماذا تنصحون المراهقين والشباب وغيرهم من المعرضين للانجرار لاستعمال المواد المخدرة عن طريق أصدقائهم؟ فيقول: أما المعرضون للابتلاء بهذه الآفة من المراهقين والشباب وغيرهم فعليهم أن يحذروا غاية الحذر. ثم السيد هنا الكلام يوجه إلى أنه يجب على الإنسان أن يبتعد عن أصدقاء السوء ويجالس ولا يجالسهم ولا يعاشرهم ولا من يتعاطي المخدرات. الشيخ هو يروح للمدرسة للمتوسطة، يجي صديقة ينطي حباية يقول له هذه تخليك تشعر بالسعادة، الحباية يصير 2 والحباية يصير 3، هذا شلون يميز بين صديق السوء؟ هذا يشوف مو صديق سوء، يشوف هذا أفضل صديق بالعالم، أفضل من أمه وأبوه. إيه صحيح صح. هاي شلون نعالج هالمشكلة؟ الشق الثاني من جواب السيد هو أنه يعني واجب أولياء الأمور متابعة هذه الأمور، لأن أنت يعني ما معقولة هذا الشاب أو أي إنسان متعاطي من يرجع للبيت يرجع طبيعي حال أي إنسان غير متعاطي. يعني أكيد حالته النفسية، حالته البدنية، وضعه مثل ما كان الأخ يعني يتحدث فيها، أكيد راح يعني يجي للبيت منتشي مبين عليه غير سلوك. فلابد على الأهل أن يراقبون، وهي مسؤولية الآباء لعد الله سبحانه وتعالى. مو يعني هذا الكلام واضح من القرآن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. هذا واجب الأب، واجب الأم أن تتابع أولادها، تشوفهم شنو ذولي، شنو وضعهم، وشنو من أصدقائهم. بوجهة نظر دينية وشرعية، اليوم أولياء الأمور، أولياء التربية غير أولياء الأمور، خلينا نعزل أولياء الأمور، في المدارس معلم، أستاذ، مراقب، يقومون بواجبهم الشرعي لو لا؟ لأن أنا صارت عندي شكوك، يعني أنا طالب الأب والأم ينتبهون من بيتهم، هذا واجبهم، لكن احكي لي بالمدرسة دي يأدون عملهم؟ يعني بصراحة ما أقدر أقول في شيء عام، لكن إذا تسألينني بشكل عام أنا ما أجد أنه المؤسسة التربوية قاعدة تؤدي واجباتها بصورة صحيحة. أولاً لا على مستوى المؤسسة كوزارة وتراعي وتشوف واجبها بصورة صحيحة، هذا أولاً، ولا على مستوى الأساتذة. لأنه أنا ليش يعني ليش أقول المؤسسة؟ لأنه الأساتذة أنا أتفاجأ الكثير من عندهم مثلاً يتخرج ينتهي الموضوع مع التدريب، مع التطوير، مع الدورات التدريبية، الدورات التطويرية، وحتى وإن كانت هذه الورش في بعض الأحيان تقام، بصراحة تقام بس من واحد يريد يعني يؤدي واجب، ماكو تعبيرنا الدارج، ماكو ما تشوف يعني شر، ماكو يعني ما تحس انها فعلا دورات ندوات حقيقيه لتستعرض هذه المشكلات، حتى تدرب الاساتذه يتهيئون لانه هذول يتابعون الطلاب، يتابعون على ما انه الاساتذه مو يم الموضوع. قبل فتره كان اكو خبير امني جالس في مكان حضرتك من هذا المنبر، ذكر لنا بقصه طالبه ابتدائيه او متوسطه، لعله ما اتذكر ابتدائي او متوسط، مستخدميها بتجاره المخدرات. نعم نعم. بالمدرسه يعني هي تروج تاخذ مخدرات وتوزع على الطلاب. انا سمعت هيك يعني حاله، حتى انه يعني بنتي بالمتوسطه قالت لي فد يوم، قالت: بابا سمعت انه
اكو خبر يعني بنيه قاعده توزع هيك شلون مثل الشوكليت ماكو توزع على الطالبات، وهو بي يعني هذا كانت ماده مسوايه صناعيا ويا المخدر. الغرض من عنده هو انه يعودون ذول الشباب على التعاطي، ثم من بعد ذلك هذا يضطر بعد يتعاطى المخدرات. طيب. تستمر العمليه. دكتور هيثم، يعني هسه الامور اصبحت شبه واضحه، اكو جهات حكوميه متعاونه او هسه ما نقول متعاونه تغض النظر عن ما يحدث. طبعا نحن لا نقول جهات يعني امنيه، وانما هناك افراد حتما في كل مكان يوجد الصالح والطالح، يوجد الجيد ويوجد الفاسد. المغايات الماديه وما يمكن ان يحصل عليه، يعني الكيلو قد يكلف 7 أو 3 مليون وعند بيعه يكون 60 مليون، يعني فتفارق كبير عده اضعاف. وما تفضل به سماحه الشيخ من انه تعويد الناس، يعني أنا أذكر بعض الأمثلة، بعض المقاهي في النارجيلة أو بالمعسل، يعني أنا لدي صديق ذهب ليقدم على إجازة السلاح وتم فحصه في وزارة الداخلية وقالوا لديك نسبة من التعاطي، قال أنا لا أتعاطى المخدرات ولا أدخن. يعني حاطين المخدرات بالنارجيلة في أحد الكافيهات؟ لا مو في الكافيهات، هو قال لهم أنا أصلا ما أدخن، يعني جيجارة ما أدخن. لا شلون؟ فقالوا له شلون ما تدخن؟ قال ما أشرب نارجيلة، والنرجيله هو يجيب المعسل يشتريه يعني من الاسواق، فقالوا له عاد المعسل اللي يجيبه بنسبه. يعني اللي يبيع المعسل هو المعسل هسه اللي يدخل للعراق، الخلطات الانجليزي والغيره واللي يجي من الامارات، هاي الخلطات كلها يتم مزجها بمواد مخدره لجعل الشعب اكثر مدمن. هاي السيطره النوعيه وينها؟ اسمحي لي ست فرح، احنا نتحدث عن عصابات عالميه. انا عندما تتحدث عن عصابات عالميه اذكر في الثمانينات في وقت الحرب كانت هناك صفقه من المخدرات من افغانستان تمر بايران والعراق طبعا طريق عبور. طيب. فتم مسكها من قبل الحرس الثوري الايراني، وتم اخطار السيد الامام الخميني رضوان الله عليه. فأحدى الدول الغربية أرسلت مفاوض من أجل تمرير الصفقة مقابل أنه رفع بعض عقوبات أو الحصول على مكاسب. هاي شحنة مخدرات مو بالمعسل يا لا لا، أنا أتحدث عن شنو؟ عن أنه تجارة دولية، ما الذي يجعل دولة غربية؟ أنا سألتك عن الدور الرقابي. يعني هل من الممكن أن تكون مثلا هاي المقاهي هي تعود الناس؟ أنا أتصور هيك، يعني أنا سامع أنه هيك أكو يعني. شيخنا الجليل بالمقاهي يخلون حتى يعتاد عليه أنه يجي النرجيلة، وحقول لك ما هو يعني افضل، وحكيت عن حالات انا اعرفها شخصيا يعني. يعني احنا هسه مقاهي النساء ما نحكي، بس اكو صالونات للنساء، واحدى السيدات اللي تملك صالون او فاشينيستات او شو يسموها ما اعرف هاي المدير الجديد، فمن تجي يمها الضيفه على مود تنتظر دورها بالحلاقه وهاي تسوي لها نرجيله، بالنرجيله تخلي لها مخدر حتى تتعود تحول الى فاكو عمليه، يعني العمليه ممنهجه مموله مداره بشكل كبير بها الجهات المتعاطيه بها واللي تديرها نفوذها كبير. ما استوجب ما استوجب ما استوجب ان يعني يقوم السيد السيستاني باصدار بيان ويضع من يكافح المخدرات بمكتبة الشهيد. أم الصالون إيش راح تستفيد؟ سوت لها نرجيلة وحطت بها مخدرات، المخدرات غالية وهذه بفلوس، إيش راح تستفيد وراها؟ أول مرة وثاني مرة ببلاش وبعدين يصير الموضوع بالدولار. وش مدري هي هذه المتعاطية أنه هي هاي النرجيلة هي بها مخدر. من راح تتعاطى مرتين ثلاثة راح تجيها في اليوم متنفذة بشكل غير طبيعي بها الحباية تهدي. يعني صالون يتحول إلى مقر لبيع المخدرات؟ معظم الفانشستات أنا ما أريد أعمم يعني. بس نسبة كبيرة من عندهن هن يعني الحقيقة احنا مثل مجتمعنا البعض شنو هاي المرأة شنو فاشينيستا شنو مطلعة شكلها، لا مطلعة شكلها ولا موضوعها بغيبة بموضوع الانحراف الجنسي مع احترام الآخرين، وإنما هي تعمل بهذا المجال، معظمهن يعملن بالنقل. ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب الأستاذ صباح النعمان، حياك الله أستاذ صباح. أهلا وسهلا مخاوريكم. أهلا وسهلا أستاذ صباح، كيف تلقيتم أجوبة سماحة السيد السيستاني فيما يتعلق بالتعامل مع المخدرات؟ أنتم خططكم شلون راح تخلوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدتي وضيوفي الكرام وأكابر ومشاهدي هذه القناة.
أكيد المرجعية الرشيدة هي صمام الأمان للشعب العراقي وللمجتمع، وبالتالي توجيهات المرجعية الرشيدة هي دليل عمل لكل المفاصل وليس فقط المفاصل الأمنية، ولا ننسى الفتوى المباركة، فتوى الجهاد الكفائي التي من خلالها أصبحت ثورة للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي. فيما يخص موضوعة المخدرات وآفة المخدرات وقدر تعلق الأمر بجهاز مكافحة الإرهاب، ويعلم الجميع أن هذا الجهاز مهام رئيسية هو مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، سواء المكافحة الميدانية أو المكافحة الفكرية، لكن بالتأكيد جهاز مكافحة الإرهاب من ضمن واجباته وحرصه على أمن البلد والقضاء على كل تهديدات الأمن القومي، وأيضا في ضوء ارتباط هذا الجهاز مباشرة بالقائد العام القوات المسلحة، وهذا الجهاز ينفذ الأوامر التي تصدر له من سيادة القائد العام، أكيد دخل على موضوعة المخدرات ودخل بقوة على هذا الملف، سواء بالتنسيق الاستخباري والمعلوماتي مع الأجهزة المعنية بهذا الملف في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني. هناك مديريات في وزارة الداخلية والأمن الوطني مختصة بموضوعة المخدرات، لكن الجهاز أيضا دخل بالتنسيق المعلوماتي، وأيضا دخل في موضوع المواجهة المباشرة مع تجار المخدرات، وحقيقة وفق توجيهات وأوامر القائد العام القوات المسلحة الأستاذ محمد شاع السوداني، بدأ الجهاز بهذا بالدخول في هذا الملف منذ عام 2022، ولدينا عمليات مستمرة تطال تجار المخدرات. نعم. يعني احنا خلال الفترة الماضية ولا زلنا مستمرين في ملاحقة ومتابعة والقضاء على تجار المخدرات. طيب. هذا حاليا الأولوية القصوى لجهاز مكافحة الإرهاب ضمن هذا الملف، ويتم القضاء عليهم أو تسليمهم إلى جهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية، ولدينا خلال هذه الفترة عمليات مستمرة في هذا الموضوع. شنو أبرز عملياتكم ضد تجار المخدرات؟ وهنالك من يقول، يعني ضيف الكريم تحدث قبل قليل، أنه المخدرات صارت بالمعسل، بالكافيهات، بالنوادي، بالأزقة، بالشوارع، يعني هذا مو يحتاج جهد استثنائي ومضاعف؟ وهل بالفعل أنتم كجهاز مكافحة إرهاب رصدتم هذه الحالات، راقصة بيع مخدرات، فاشينيستا تقف وراها شبكة لتجارة المخدرات؟ هل بالفعل اليوم الوضع الأمني فيما يتعلق بتجارة المخدرات وصل لمراحل خطيرة أستاذ صباح؟ لو شنو الموضوع؟ يعني المسؤولية مسؤولية إجرامية، لا تدخل فيها فقط الجانب الأمني، جانب الردع، وإنما جانب الوقاية هو جانب مهم جدا، وهذا تدخل في كل المفاصل. ولعل الدخول القوي للمرجعية الرشيدة أكيد هذا سيفتح المجال أمام بقية المفاصل الأخرى قدر تعلق الأمر بمهامها ومسؤولياتها، من أن تقوم بجهد أكبر ومضاعف في موضوعة القضاء على هذه الآفة الخطيرة، وخاصة في مجال الوقاية. احنا دائما ننشد الوقاية قبل عملية المنع والردع، وهذا الوقاية راح تجنبنا ان نصل الى هذه المرحلة من مرحلة الصدام. وبالتالي اليوم جهاز مكافحة الإرهاب في هذه الجزئية وفي هذا الواجب المهم هو يسير بمحورين. المحور الأول مثل ما قلت هو محور التنسيق وتبادل المعلومات الاستخبارية مع الأجهزة المعنية، حتى جهاز المخابرات فيما يخص، ممكن أنه تفضلوا الضيوف الكرام، وأكيد هذا موضوعة المخدرات هي تأتي من خارج الحدود، وبالتالي نحتاج أنه جهد كبير جدا. نعم. في وقف تدفقها من خارج الحدود، وبالتالي عندما نضبط الحدود وأيضا نضبط معلوماتنا عن التجار من خارج العراق، أكيد راح نجنب استفحال خطرها داخل حدود العراق. شكرا. نعم. تنسيق معلوماتي واستخباري، ولدينا العمليات المباشرة الميدانية ضد تجار المخدرات
يعني الفترة الأخيرة يعني ممكن بعض هؤلاء التجار أصبح لديهم مجموعات مسلحة، ويعني هذه تجارة مربحة، وبالتالي ممكن هذا يفعل المستحيل حتى يحافظ على تجارته. لكن قدرات الجهاز وتدريبه ونوعية القتالات الخاصة وأيضا معنويات المقاتلين استطعنا خلال الفترة الماضية أن ندخل بقوة ونعتقل الكثير من تجار المخدرات وسلمناهم إلى الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية. بارك الله بكم وبجهودكم إن شاء الله. المراقبة، موضوعة التفتيش، أكيد كل جهة وإلها مهامها وإلها دورها، وبالتالي هناك يجب أن يعني هيئة السياحة، الهيئات المسؤولة عن الكافيهات، عن المطاعم، عن الصالونات. نعم، وضحت الفكرة. نعم، شكرا جزيلا ووفقكم الله لكل خير. المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب الأستاذ صباح النعمان، شكرا جزيلا على ما تفضلت به. ماهر أردسلك، بالفعل أكو أزقة في شوارع بغداد تبيع المخدرات سفري، يعني شو وقت ما تحتاج أنت تعرف هذول التجار وتروح تأخذ منعتهم؟ شوفوا، هي المخدرات موجوده بكثره بالعراق عامه يعني، بس هي مو يبيع لاي واحد مثلا. يعني اذا كمثال انا كمتعاطي واعرف تاجر، باي وقت اقدر اروح اشتري منه؟ صحيح. ولتصحيح المعلومه عن الاخ اللي قال الخزع اللي قال على مد الصالونات والفاشينستات عن التعاطي خليها بالمعسل، طبعا هي احنا انا ضد الفاشينستات طبعا صراحه، بس لتوضيح المعلومه، المخدرات صارت بالجيلاتين، صارت بالمعسلات. مو الشخص اللي هسه كمثال انا ابو صالون او حلاق، مو اللي يجيني الزبون احطه بالمعسل، لا، هاي تكلفه عليه خساره. بس اللي يبيع المعسلات هذا، اي اكو صارت هاي الحالات، صارت بالكوفيهات حتى في سبيل الناس تدمن على هاي النرجيله وتجي بالاخير توقع بهذا الفخ. زين انت مو تشتغل بكافيه، شو تتقدم للزبائن؟ شلون تتعامل؟ هاي سابقا 2012 سابقا هي سابقا من كان يجيك زبائن، شنو تريد؟ هل تجند لانه تاخذ تنطي للناس بعض مخدرات؟ لا ماكو شيء، هاي بالجديد صارت هسه حاليا بالاونه الاخيره. نعم، صارت حتى بالجيلاتين، صارت حتى بالبايبات. زين ما جاوبتني، يقال في ازقه بغداد هنالك بعض تجار المخدرات يبيعون، هل من الممكن ان ياتي متعاطي وليس تاجر ياخذ مجموعه ويروح يوزعها على مالت الزبائن ويجر شباب لهذا الطريق؟ اي نعم، موجوده في بغداد منتشره هذه الحاله. كان سابقا اكثر في 2012 مثل ما انت، لو هسه اكثر؟ لا، هي انتشرت ظاهره المخدرات من بعد سنه 2019. زين انت كم سنه بقيت تتعاطى؟ يعني ماكو رجل امن يعني لاحظك، منتسب وقفك، ولا سيطره شكت بيك؟ يعني الكلام مو منطقي كلش ماهر، لنتحدث بصراحة. بصراحة مو اولا انا كنت متعاطي مو تاجر، ثانيا اغلب التجار مرتبطين بجهات من ما اعرف، يعني صراحة خلينا نحكي الواقع. اي فابو المروج او التاجر يحذرنا اذا كان اكو تفتيش او اي شيء. زين هذا شلون عنده معلومة يحذر لك؟ ما اعرف، حسب الجهات المرتبطة. لا لا لا، شلون ما تعرف ماهر؟ ما أنا اكو متعجب. جهات متواطئة ويا التاجر تقول له يابا ترى اكو سيطرة فلانية، لا تفوت من هذا الطريق. بالمقابل هو ينطي فلوس. هذا الشغل مال التجارة ما نعرف به احنا، لان احنا مو تجار. انت ما تعرف به، انا ما اقول لك تعرف به ماهر، ما ممكن ما سامع به، ما ممكن ما شايفه، ما ممكن خلال فترة التعاطي الطويلة مثلا طلعت حكاية منه ولا منه. انت يمكن تتعامل ويا تجار ماهر. اي صح. اكو تعاون بين الاجهزه الامنيه وتجار المخدرات؟ ما نقول اجهزه الامنيه، نقول جهات بالاجهزه الامنيه. نعم، أيوة، لان هو السيد عبد الامير الشمري نفسه قال، اعترف، قال اكو فساد بالدوائر الدوله. زين، يحولون المتعاطي الى تاجر والتاجر الى متعاطي بالسجن؟ نعم، اكثر شيء يسحبون المتعاطي يحولونه الى مروج، لان هسه اغلب المتعاطين هم العاطلين عن العمل، ينطي نسبه مجانيه له في سبيل يمشي له كم غرام. يعني شلون فهم ليها ماهر أكثر؟ يعني كمثال هسه انا عاطل عن العمل وابي اروح اتعاطى وما عندي فلوس. جيد. المروج اللي ياخذ من عنده يقول لي اعطيك كميه، روح بيع لي اياها وانطيك نسبتك بلاش. فهواي شباب ضاعوا بهذا الفخ. حتى بنات يعني. البنات شنو موضوعهم ويا المخدرات؟ من كانت تتعاطى شوف بنات يتعاطى؟ لا. زين ماكو معلومه منا اصدقائك ما كانوا يروجون لبنات يتعاطى المخدرات؟ ما كنت بالمتوسطه بالثانويه، بس من خلال عملي انا ما كملت القصه مالتي. انا مو بس تركت مخدرات، انا صارت عندي فكره بانه اتحول من متعاطي الى معالج. جيد، والحمد لله اسست فريق وعالجت اكثر من 200 حاله. ال 200 حاله شلون تم استدراجهم؟
أكيد سويت معالج. سويت حسابات أولا على مواقع التواصل باسمي ونشرت هاي اللقاءات اللي أطلع بيها وتوعيات، وبنفس الوقت رحت على أصدقائي اللي كنت أتعاطى وياهم وعالجتهم، مو نقول كلهم، نقول يعني 80% عالجتهم يعني. طيب صراحة. فصاروا واحد يجيب الثاني، صرت أطلع أسوي محتويات فصارت الناس تدخل. بارك الله بك ماهر، بارك الله بك. سمحت الشيخ شنو رأيك باختصار؟ أكو مشكلة في وضعنا. أولا هي القضية تتعلق بارتباط الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وهذا الإنسان المتعاطي يشعر بالانهيار، يشعر بأنه بعد ماكو جهة يميل إلها. أنا أستحضر كلمة دائما كان يقولها السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه، يقول دائما يجب أن الإنسان يستشعر أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وهو هذا المهم، أن الإنسان يفهم أنه مشاكله وحلولها ووضعها كله بيد الله سبحانه وتعالى، مو بيد أنه يتعاطى المخدرات أو لا سامح الله يشرب مثلا الخمر أو يفعل بعض الأمور المحرمة. العلاج يجب أن الإنسان يلتفت له. الهجمة، الهجمة أكبر من هذا الموضوع اليوم، الهجمة أكبر مما تتفضل. ولذلك شوف واحدة من توجيهات سيستاني غير هاي في للخطب لكل خطباء المنبر قبل موعد التبليغ، كانت هي أنه أكو مجموعة من الأمور يجب أن دائما خطباء المنبر خصوصا في هذه المواسم أن يتحدثون عنها ويحذرون الناس منها. كانت واحدة من عندها هي خطورة المخدرات. دكتور هيثم بثلاثين ثانية، كيف ممكن تطهير الأجهزة الأمنية؟ لأن اليوم الأجهزة الأمنية بها مصائب خاصة فيما يتعلق بتجارة المخدرات، كيف يمكن تطهيرها؟ أعتقد ما تفضل به الأخ من جهاز مكافحة الإرهاب بأن المسؤولية التضامنية تبدأ من البيت والمدرسة والتربية الأخلاقية ومراقبة ومتابعة رجال الأمن. وأعتقد أن المخدرات هي ليست ظاهرة إدمان وتجارة واستغباح فقط، وإنما هي حرب من نوع جديد على العراق وتهدد الأمن القومي العراقي. تم استعباد الصين لمئة عام بالمخدرات، وحقيقة لو لم يكن الأمر بهذه الخطورة لما تدخلت المقصد. شكرا جزيلا الباحث في الشأن الأمني والسياسي الدكتور هيثم الخزعلي، حياك الله. شكرا جزيلا الباحث في الشأن الإسلامي الشيخ حيدر الشمري، حياك الله ووفقكم الله لكل خير. المتعافي من الإدمان ماهر خلف، شكرا جزيلا، نسأل الله لك كل التوفيق إن شاء الله، وشكرك جزيل الشكر. قبل لا ننتقل لموجزنا الخبري خلونا نشوف أبرز ما جاء في منصة إكس حول إعلان كتائب القسام اليوم استهداف تل أبيب ردا على الجرائم بحق المدنيين وعمليات التهجير بحق الفلسطينيين. لنتابع. ننتقل الآن إلى الموجز الخبري. مجلس الوزراء يوافق على تخصيص مليار دينار شهريا لمديرية شؤون المخدرات لصرفه على متطلباتها. الأمن الوطني يعلن القبض على 28 مبتزا في 9 محافظات وإحالتهم إلى الجهات القضائية. خلية الإعلام الأمني تعلن تعزيز خطة الزيارة الأربعينية بطيران استطلاعي وجهد استخباري كبير.
رئيس هيئة النزاهة يعلن عن قرب إطلاق مبدأ سيادة العدل لمحاربة الفساد والتعامل مع جميع الملفات. الهيئة العليا لمكافحة الفساد تعلن إعادة 1 مليار دينار لخزينة الدولة استحوذ عليها مصرف أهلي. الحصاد انتهى لهذا اليوم، شكرا على كرم المتابعة وفي أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.